فتحي يا حليمه رزاقه كريم على الصبح. الدوشه دي يا ابني يا ابني افتح لهم شوف فيها يا ده اخلص. اصحى يا ابني الكلام بس يلا انت وهو يلا بس انت بس ادخل ادخل من هنا انت ادخل وحياة امك بلا سالفه يا عم ادخل يا عم بالله ما انت فاكرني ايه يا عم ادخل انت يابا مش معايا يابا انت في ايه ربنا ما بس يلا انت وهو اقسم بالله لو سمعت نفس حد فيكم لا تفنكم مطرحكم كان لازم يتكلم يعني انت قليل الاصل يا حسن ايه انا قليل الاصل انا قليل الاصل قليل الاصل وما بتفهمش كمان انا قليل الاصل ما بتفهمش كمان اخرس سلام انك ليه العيال دي عملت ايه يا باشا الواد ده كان بيعاكس اخت الولد تاني انا اللي كنت بعاكس استنى يا ابني استنى مش فاهم حاجه مين الولد الاولاني ومين الولد التاني هو لو انت اللي كنت بتعاكس اه الولد ده كان بيعاكس اخت الولد تاني ف قامت عاركه وراح ضحيتها بقى صبي الاهواجي سعادتك وكان بيقولوا ان في واحده هي اللي رمت سلاح الجريمه من بلكونه في الحاره لاحد المشتبه في الواد ده او ده بس يعني. بس خلاص انا فهمت مين في كل عمل كده بقى مش انا والله يا باشا اقسم بالله يا باشا والله العظيم عدمك معنا انتوا شكلكم هتتعبوني فين الشهود على الجريمه ايوه يا فندم كان في واحد بره بس كان هو واقف في البلكونه اللي كانت قصاد هذه العركه مستني ايه هتقولي فورا من البلكونه اللي قصادهم يا ابني من بره في بيت الغابه يا شاهد يا شاهد تعال الشاهد اهو مساء الخير مساء النور اتفضل اثبت يا شبح شكرا على كرم اخلاقك تسلم ويسلم اللي جابك نعم نعم الله على جنابك اللهم طولك يا روح اسمك سعيد سعيد الشاعر المهنة بس يلا بس أكيد. يلا اكيد اكيد شاعر كنت بتعمل ايه في مسرح الجريمه كنت سارح في الملكوت وبسقي في الشاي بسكوت وقعت فتفوته دابت تاهت وسط السكوت تاهت وسط السكوت معروفه خلص الباكو مني اكمني كنت واقع من جوع بموت هي المزيكا دي بتيجي منين اكيد من العيال دي لا والله يا معلم انا اللي فهمته منك ان انت كنت قاعد بتشرب شاي على القهوه صح شاي بحليب على القهوه وسط الحي وبعت الصبي يجيب من جوه شيشه وليل الله ده قرب اوتار الليل بقى وبعدين شفت الاسمراني واقف في الخلا انتوا هتعملوا لي الحجاله بس يلا انت وهو كمل يا استاذ شفت الاسمراني واقف في الخلا عينه على حته ضاني كان اسمها حلا اظن حلا ايه اختي حلا دي اختي يا قليل ادب يا وسف اقسم بالله ما احلى اقسم بالله ما احلى يا ولد بس يلا يا ولا يا ولا يا ولا رجلي يا ولا دي تاني مرة تسيبني في البروفة كلبش الاتنين دول في رجل الترابيزة طب يا ريس بس عشان مفيش كلبشات هات ايدك انا يا عم الشبشب يا عم طب ممكن يلا مش مشكلة هات ايدك هات ايدك ما تسيبوش بعض لو سمحت ايه ده ايه ده كمل يا استاذ ايه ده مؤاخذة بس معلش تليفون الو ايوه حبيبتي وحشتيني وحشتين. ارجع يلا هناك يلا ارجع يلا ماشي يا معاك ارجع يلا ايوه يا حبيبتي وحشتيني يا ابني انت بتكتب ايه بتكتب ايه المؤاخذه ايوه حبيبتي لا ده في شغل ولا حاجه جريمه قتل بسيطه كده يا استني كده خليكي ثانيه معايا بقول لك يا استاذ جدعانه كده كلمتين حلوين عشان خطيبتي في حاجه معينه يا عم انجز مفهوم مفهوم لو كان بإيدي أجيلك في الحال لو كان بإيدي أجيلك في الحال وفكست للشاهد والبغال وفكست للشاهد والبغال فلو بعتيلي تصبيرة أكون ممنون فلو بعتيلي تصبيرة أكون ممنون صورتك بال صورتك بالأندر والكلسون أيوه
لا 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 يا حبيبتي، ده انا بقول له بس هات لي اشرب واحد كلسون. هي ينسون يا استاذ، هتلبسني في حيطه. هكلمك تاني يا حبيبتي. اقف حاجه يلا، اقف حاجه يلا. يا استاذ انت يا ابني بس استاذ معلش، هو حضرتك ليه بتتكلم بالقافيه يعني؟ ما خلصنا بقى يا فندم. انا شاعر وبحاول اوصف لسيادتك كل المشاعر. طب يا سيدي كمل، خلينا نخلص الله يرضى عليك. ندى هاتف. لا مش فاكر دي، بس ممكن اقول حاجه تانية اكيد الفكره هتيجي في ثانيه. يا ريس انا زهقت. بس يلا كمل يا باشا. شافهم اوام لاشقر. لا مؤاخذه يا باشمهندس، فين لاشقر ده بس؟ عشان القافيه بقى. ايه عشان القافيه؟ لمح اخته بتتمخطر، طق الشرار من عينيه، سبلها عليكي وعليه. اقسم برب العزه كداب يا بيه. ولا 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 يا عم والله العظيم بيقول اي كلام في القافيه وخلاص. اخرس، قلت ما تتكلمش وما تفتحش بقك. كمل يا استاذ، ويا ريت ننجز نخش في الموضوع. مين اللي ضرب الاهواجي وقتله؟ لا اسمح لي يا فندم، انا لابد ان اقص عليك. تقص؟ قص بقى في الكلام وانجز يا عم. يا عم روح قص شعرك الاول. لابد ان اقص عليك الحدث زي ما شفته بالظبط، وده اسلوبي ما اقدرش اغيره. يا استاذ ما انت لسه متكلم عادي اهو. لا ده علشان احنا خرجنا بره الموضوع. عيب يا باشا، انا مش جربوع. يا عم ابوس ايديك انجز، هموت من الجوع. وفي لحظه جباره في بلكونه في الحاره، طلت السنيوره لابسه نضاره، رموشها قتاله وعودها ده حاله، وانا ايدي شغاله. اقسم بالله انا اجيبك على نهارك. ايدك فين يالا؟ يا عمي دي ايدك فين يالا؟ بس انت تقعد فاكر نفسك في بالك. بس يالا صحيح عيال معجونه بسفاله؟ لا تقيله قوي دي. طب يا ريس ممكن نقول عفريت السياله؟ مش موزونه. انت هتصاحبني يالا؟ يا ريس بصراحه كده الراجل ده كلامه طلع لي ايماني، وبصراحه بقى اكتر الراجل ده فقعلي. اخرس يا عم. طب ممكن بس نعرف فقعله ايه عشان نقفل المحضر؟ اكتب ليس لديه اقوال اخرى. ليس لديه اقوال اخرى ونقط وعلامه تعجب وعلامه استفهام. عشان الرقابه. لا 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 كمان هتوردين الرقابه. يا ابن النصابه انا صبري فاض. يا استاذ يا استاذ انت عادتنا كلنا بالشعر، انا منبهر بحضرتك بس مش كده يعني. كمل بقى. لا شكر على واجب. انا مبسوط برضو ان شغلي عاجب. يا فندم خلاص احنا حلينا الجريمه، والقافيه بتاعه حضرتك من الصبح مش سليمه. شكرا لمجهودك، طول ما في ناس زيك في امل. اتفضل الباب يفوت جمل. شكرا يا فندم. اكتبها. حاضر. سلام يا استاذ. كنت ما انت سيتي كنت سوت وفتليتي كما تسيتي اوست منانا وفارسي اوست منانا اوست منانا. معلش معلش بس اخر كلمه ايه؟ اوست منانا. عدي يا غبي. هات يا ابني المحضر ده بقى. انا صحيح ضعيف في الشعر بس في التلحين بقى ما اقولكش. خد دي. شافهم اوام لاشقر. لما حقته بتت ما